الكبار للعب على بطولة الدوري. يتصدر الدوري كاظمة، ثم الكويت، السالمية، العربي، برقان، خمس أندية. أرجو أن لا أكون نسيت أحد. بداية اللقاء ونزول الطرفين وتحية. اللون الأحمر خيطان، اللون الأزرق التضامن، تشكيل نادي خيطان: صالح الجماز، عبد العزيز دجتي، سالم البلوش، محمد الكندري، جاسم البرك، عبد الله الحمادي، موسى الجدي، يوسف البلوشي، فهد الهاجري، عبد الله البلوشي، احمد عبد القدوس، سعود العتيبي، وعبد الله شاولي. مدرب نادي خيطان: مدرب الوطني اسماعيل عبد القدوس. اما تشكيل نادي التضامن: سالم المذن، وليد البرك، يوسف عاشور، سعود راجح، حبيب عقيل، عبد العزيز ويسان، عبد الله محمد، القاضي فيصل، عزيز القطامي، صالح عبد الله، حسين ناصر، صالح عبد العزيز، علي جاسم، جاسم بودسور. يدرب نادي التضامن المدرب الوطني ماجد العليمي. يقود هذا اللقاء الحكام، حكام الملعب: الحكم احمد الاحمد وفواز الخطيب. رمية البدالة واضح انها ستكون مع نادي التضامن. امامنا هاني ابول ومدو والملة عبد الرحمن الملة، مراقب ومسجل وميقاتي هذا اللقاء. انطلق اللقاء، نتمنى ان نستمتع ان شاء الله بلقاء جميل يجمع الطرفين، التضامن وخيطان، بقيادة الحكمان فواز الخطيب واحمد الاحمد. 6-0 يلعب خيطان مدافعا، وهجمة للتضامن الذي يلعب بطريقة 3-3، وهدف اول، هدف أول للتضامن عن طريق اللاعب عبد الله محمد. شوف من أمام المدافعين، وهدف سريع صائع بمرمى الحارس البلوشي، عبد الله البلوشي. خيطان أحد الأندية التي لها تاريخ كبير في كرة اليد. لو رجعنا للتاريخ سنجد أن نادي خيطان فاز مرتين ببطولة الدوري، وفاز 4 مرات بكأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد. إذن له بصمة بسجل إنجازات كرة اليد الكويتية. صالح الجماز، عبد العزيز دشتي، محاولة فردية من صالح الجماز، صانع الألعاب، كرة مع الهاجري فهد، تمرير جانبي، خط الخلفي مع الكرة، دشتي للهاجري، وتصويب ورمية جزاء. رمية جزاء بمحاولة باللف والدوران من فهد الهاجري على الدائرة ليصطاد رمية جزاء بصافرة من فواز الخطيب. من اللي راح يصوب؟ عبد العزيز دشتي. عبد العزيز يصوب ويصطاد الهدف الأول لخيطان، والتعادل بمرمى الحارس جاسم بودستور حارس المرمى. هجمة عكسية إلى التضامن، عبد العزيز القطامي، تمرير جانبي إلى زميله يوسف عاشور، واخرى لعبد الله محمد، القطامي لعاشور، لعبد الله محمد. الكره تنتقل يمينا ويسارا مع الخط الخلفي، تمريره ذكيه للدائره ولكنها تطول، لو مسكها اللاعب عبد العزيز ويسار لكان في كلام اخر، لكنها طالت بدفع من الخلف. تمرير جانبي وهدف سريع، هدف سريع بمرمى خيطان عن طريق اللاعب سالم المذن. سالم المذن وهدف الثاني للتضامن، هدف ثاني للتضامن. خيطان يهاجم نفس الطريقة الدفاعية والهجومية للطرفين، 3-3 بالهجوم و 6-0 بالدفاع. صالح الجماز وتمريره، اوه صالح الجماز عامل انه سيمرر الحمادي، ارتقى
من أعلى المدافعين وميلان خليف وسط ميلان شوشو خفيف وتصويبة قوية سريعة تستقر بشباك الحارس جاسم بودستور والهدف الثاني 2-2 هدفين للطرفين الكرة مع التضامن هجوما هجوم فردي ليوسف عاشور تمرير إلى عبد العزيز القطامي لعاشور يوسف القطامي لعاشور كرة بين الاثنين ناحية اليمين تصويبة سريعة وهدف جميل ليوسف محمد يوسف عاشور وهدف من تحت المدافعين بكرة كرباجية جميلة شوف تمريرة من القطامي عبد عزيز وتصويبة ذكية تستغر بشباك خيطان إذا ثلاثة تضامن هدفين خيطان احنا في الدقيقة الرابعة الشوط الأول قبل هذا اللقاء كان هناك لقاء الكويت والجهراء وكان لقاء من جانب واحد سيطر الكويت طبعا بخبرته الكبيرة ونجومه على كل أحداث ودقائق المباراة وفتح بفارق كبير عن منافسة الجهراء الذي يغل عنه بالخبرة الكرة مع التضامن التضامن يهاجم حرام عليك يا يوسف يا عاشور حرام عليك كرة صوبها بالمرمى صوبها دايركت خط سريع خيطان يهاجم ويصوب عن طريق موسى جدي وهناك انذار ورمي الجزاء راح نشوف رمي الجزاء وانذار للاعب عبد العزيز ويسام عبد العزيز دشتي صوب الكره برمي الجزاء وتعادل لخيطان 3-3 حتى الان 5 دقائق راح نخلص الدقيقه السادسه مباراه متكافئه بين الطرفين غير خيطان طريقته اول خطوط الدفاعيه اللاعب احمد عبد القدوس كره سهله جميله كاد ممكن ان يصطادها مررت الى الجناح الايمن ولكن عبد الله البلوشي كانت له الكلمه عبد الله البلوشي اللي امامنا ابن الحارس الدولي الكبير والمخضرم وصاحب التاريخ الكبير عبد الله عبد الرزاق البلوشي احد الحراس الكبار على مستوى القارة والدول العربية والخليجية وتاريخ كبير يحسب أحد كبار كرة اليد الكويتية نتمنى أن يكون نجلة عبد الله البلوشي لا أحسن من أبوه لكن عبد الرزاق تاريخ كرة جميلة خلفية من صالح الجماز إلى فهد الأنصاري إعاقة ورمي حرة خارج 9 متر فهد الأنصاري للجماز صالح لعبد العزيز دشتي للحمادي عبد الله تقاطع وزيادة عددية على الدائرة بنزول الجماز الحمادي يصوب الكرة تصطدم بالمدافعين ورمية جانبية إلى خيطان كرة مع خيطان فهد الهاجري لاعب الدائرة المنتقل من أمام للخلف ومن الخلف إلى الأمام الحمادي وإعاقة ورمية حرة لصالح خيطان ورمية حرة على يوسف عاشور ورمية حرة لخيطان الكرة مع الخط الخلفي يا سلام يا صالح الجماد ثنائي راقي مع فهد الهاجري صاحب الرقم 55 راح تشوفه بالإعادة شوف سلم لف يا حبيبي سجل يا عزيزي وسجل فهد الهاجري هدف جميل بمرمى خيطان ليتقدم بمرمى التضامن لصالح خيطان ليتقدم خيطان 4-3 ويرد بسرعة عبد الله محمد
بهدف التعادل. التعادل صار 4-4، مباراة متكافئة. خيطان يسجل والتضامن يرد، التضامن يسجل وخيطان يرد. أسماء كثيرة وكبيرة قدمت لنادي خيطان الكثير والكثير بتاريخ كرة اليد الكويتية. وقدم نادي خيطان الكثير من الأسماء التي قدمت لكرة اليد الكثير عكسية للتضامن. التضامن يهاجم وتصويبه لسالم المذن. سالم المذن وهدف التضامن الخامس. شوف كرة جميلة، كرة جميلة. خمسة تضامن 4 خيطان. هذا عبد الله البلوشي. رمي حرة خارج 9 متر إلى خيطان. حمادي لبزيد دشتي. الحمادي يصوب والكرة في المرمى. هدف، هدف. كرة سريعة صدمت بالحارس وفي إنذار، في إنذار لوليد البرك، في إنذار لوليد البرك. شوف الكرة اصطدمت ودخلت بكامل استدارته. واحتساب هدف صحيح 100%. 5-5، 5-5 في أول 10 دقائق. يقود تدريب نادي خيطان المدرب الوطني إسماعيل عبد القدوس، ويقود تدريب نادي التضامن المدرب الوطني ماجد العليمي. رمي حرة خارج 9 متر للتضامن. تمرير جانبي العزيز القطامي إلى زميلة. كرة جميلة رائعة ليوسف عاشور. كرة جميلة رائعة لعبد الله محمد. عبد الله محمد اللي طلع بالصورة رقم 6 مش عاشور. عبد الله أشوف لوب، يا عيني عليك يا عيني. كرة لوب بمهارة فردية فات من المدافع، مدافع خيطان، وعمل لوب هذا اللاعب اللي أمامنا، اللاعب عبد الله محمد. عبد الله محمد وهدف جميل. يتقدم على أثر التضامن بفارق هدف. تضامن 6 خيطان 5. دشتي يصوب ويرد بسرعة يعود بالتعادل. عبد العزيز دشتي أحد أعمدة لاعبي خيطان وهداف الفريق وهدف بمرمى الحارس جاسم بودستور. هدف 6 يتعادل على أثر خيطان أمام التضامن. شوف خيطان تقدم صالح الجماز 3-2-1. كرة معه يالله. تمرير للدائرة تنخطف. خيطان يتقدم، الجدي يتقدم وهدف، هدف لموسى الجدي. كرة عكسية فاست بريك يستلمها. شوف الجدي ويرتقي ويصوب ويصطاد مرمى الحارس جاسم بودستور بالهدف 7. خيطان رجع تقدم، خيطان رجع تقدم، وتصويبة غير موفقة فيها استعجال من عبد الله محمد لتعود هجمة لخيطان. كرة أخرى خطيرة الجدي وتعود للبرك، والبرك ورمي الجزاء، رمي الجزاء لخيطان. صوب الجدي، موسى جاءت من القائم لتعود إلى جاسم البرك ليصوب. شوف إعاقة واضحة ورمي الجزاء مستحق، مستحق. عبد العزيز دشتي صوب وسجل، صوب عبد العزيز دشتي وسجل من رمي الجزاء الهدف 8 ليتقدم خيطان لأول مرة في الدقيقة 13-8-6 بفارق هدفين، فارق هدفين. تمرير جانبي 3-3، ما زال يلعب
تضامن هجوميا تصويب وهدف، تصويب وهدف جميل، هدف جميل إلى عبد العزيز القطامي بمرمى خيطان الفارق 6. ثمانية خيطان، 7-6، 7 تضامن. الكرة مع خيطان، تصويب ومجهود فردي للأخطر، للأخطر. دقيقتين إيقاف للاعب يوسف عاشور، وهدف جميل، هدف جميل لعبد العزيز دشتي بمهارة فردية، يمر من الدفاع بعد التضامن ويسجل هدف. تسعة خيطان، 7 تضامن، 9 خيطان، 7 تضامن. رمي حرة للتضامن، رمي حرة للتضامن. الكرة معه، التضامن، إعاقة ورمي حرة خارج 9 متر للتضامن. هنا صفنا الشوط الأول، 15 دقيقة، 15، 9 خيطان، التضامن 7، والآن تضامن 8، التضامن 8 بهدف جميل عن طريق اللاعب عبد العزيز القطام. شوف صوب كرة سريعة مفاجئة لدفاع خيطان، 9-8. مثل ما قلت لك المباراة متكافية بين الطرفين خيطان والتضامن بقيادة المدربان الوطنيان ماجد العليمي التضامن واسماعيل عبد القدوس خيطان. كرة مع الجيماز، صالح الجيماز، لمين يا صالح؟ حلوة، عيني عليك يا عيني. صالح يمرر إلى موسى الجدي ليرتقي بصورة جميلة ويقف أقل من الثاني، شوف، ثم يصوب والكرة بالمرمى، بمرمى بودستور. 10 خيطان 8 التضامن، 10 خيطان 8 التضامن. أجمل التضامن الآن، القطامي تمرير إلى عاشور، لعبد العزيز القطامي، يوسف عاشور للقطامي، وهدف، وهدف للقطامي، تألق بهدفين عبد العزيز القطامي. 10-9 قطان متقدم بفارق هدف. شوف كرة، كرة شو لفها دفعها، يعني لعبها لعبة كأنه يدفع الجلة، قذف الجلة، قذف الجلة، وهدف جميل، هدف جميل. كرة جميلة للحمادي، عبد الله الحمادي بنفس اللعبة لكن من فوق المدافعين، الدفاعات مفتوحة، الخطوط سالكة والتذاكر موجودة بالتسجيل من كل مكان. كرة تنقطع، قطان يهاجم، عبد القدوس وتصويبه من زميله سالم البوشي تعود بصدم من بودستور الحارس، وهناك في دقيقتين، في دقيقتين فواز الخطيب يقول حق جاسم البرك انت صديت الكرة بتحرك قدمك، وهذا شوفه 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 ممنوع، دقيقتان، قرار صحيح، لو ضربت الكرة قدمك بدون ما تفتح الكرة عادي، لكن انت فتحت متعمد لقطع الكرة، هناك دقيقتين، وضاع التضامن فرصة لا تضيع، ضاع التضامن بالنقص العددي لخيطان فرصة
لم يستقلها لتبدأ هجمة إلى خطاب. أكثر أندية استحواذا على بطولة الدوري أعزائي المشاهدين نادي السالمية 11 مرة، يلي العربي 10 مرات، ثم الكويت الكويت 8 مرات، كاظمة 6 مرات، القادسية 5 مرات، صبيخات 5 مرات، ذبح الحيل 4 مرات، خيطان مرتين. هذه الأندية اللي فازت ببطولة الدوري من عام 66 حتى عامنا الموسم الماضي. عكسية التضامن، وين التضامن؟ التضامن بالمرمى، التضامن بالمرمى بالكرة تنخطب وتمرر إلى اللاعب سالم المذل اللي يضعها بهجوم عكسي فريق. شوف مرتدة يوسف عاشور يمررها وينفرد ويصوب من فوق الحارس البلوشي ويسجل الهدف العاشر. 11 خيطان 10 تضامن، دقيقة 18 راح نخلص دقيقة 19 والمباراة فوق المتوسط. كرة مع موسى الجدي، الجدي إلى الحمادي عبد الله، إعاقة ورمي حرة خارج التسعة متر. الجيماز يصوب كرة سهلة وكرة عكسية المدن خطيرة خطيرة خطيرة، حلوة حلوة. الحارس جاسم بودسور يمرر كرة يعني مرسومة بالمسطرة إلى زميله سالم المذ اللي يضعها المذ بتصويبة قوية مركزة وهدف التعادل 11-11. إذا نقص عددي بصفوف خيطان استقل التضامن بتسجيل هدفين هدفين. اكتمل خيطان الآن، اكتمل كرة مع الجماد، كرة جميلة وتصويبة وبدستور يصد، دستور يتألق عكسية لخيطان، أربع خطوات على موسى الجدي، أربع خطوات تحتسب على موسى الجدي وتبدأ هجمة للتضامن خطيرة وتضيع كرة سهلة من التضامن، سهلة من التضامن بدبل دريبل تحسب خطأ، تحسب خطأ على صالح الجماز. يقولوا إنه فيها دبل دريبل لعبها صالح الجماز، وتصويب وتسجيل التضامن هدف، تسجيل التضامن هدف. شوف وليد البرك وهدف من الكرة الماضية، يقول صالح الجماد ما عملت فيها حاجة، مش دبل، الحكم شايفة دبل دبل، قرار الحكم خلاص نفذ. تقدم الآن التضامن، تقدم التضامن 12-11 على خيطان. صالح الجماز يصوب، هناك إعاقة ورمي حرة لخيطان، الجماز مرة أخرى إلى الحمادي، الحمادي وهدف، عبد الله الحمادي بتمريرة جانبية من الجماز وهدف. التضامن يهاجم الآن وتهدئة من وليد البرك لنزول اللاعب عبد الله محمد وعبد العزيز القطامي. سلامات البرك، صار فيه إصابة أثناء الدفاع. خيطان يلعب بطريقة 3-2-1 دفاعية متقدمة، والتضامن 3-3 تمريرة أي كلام أي حاجة من يوسف عاشور إلى زميله يعني ما كان منتبه لها، وتمريرة مو موفقة الحقيقة لزميله اللاعب يوسف سعود راجع. خرجت رمية جانبية إلى خيطان، 12-12 خيطان يهاجم الآن. هل يتقدم خيطان؟ خبرة خيطان أكثر بالنسبة للاعبين، خبرة خيطان أكثر، لديه صالح جماز، فهد الهاجري، عزيز دشتي. كرة جميلة وتصويبة ورامية مر عكسية، الكرة مع التضامن، تهدئة تهدئة من لاعب التضامن. علي جاسم محمد خرج ونزل عبد العزيز القطامي 12-12. لم يستطيع أن يتقدم خيطان بالهجمة الماضية وعادت الكرة بهجمة إلى التضامن.
عبد الله محمد تصويب وإعاقة ورمي حرة خارج 9 متر. يقود هذا اللقاء الحكام أحمد الأحمد وزميله فواز الخطيب. كرة مازالت باستحواذ التضامن. عاشور يصوب وإعاقة أخرى ورمية حرة خارج 9 متر ليوسف عاشور. استمر اللعب. القطامي صانع الألعاب يصوب ورمية حرة أخرى إلى التضامن باعتبار الكرة لمست البرك. جاسم من داخل 6 متر. القطامي محاولة تصويب إعاقة وفي إنذار لفهد الهاجري. إنذار لفهد الهاجري بدفاع قوي. أوبا يعني خلوا بالكم على بعض، خلوا بالكم على بعض. لا يا فهد، يا فهد لا يا فهد لا. يعني هذه اللعبة لا تخرج من فهد الهاجي الخلوق. شوف الكرة احتسبت لعبة قوية عليك، دقيقتين خلاص انت صفر الحكم لك دقيقتين. هذه اللعبة مرفوضة، مرفوضة منك يا فهد. انت لاعب منتخب، لاعب كبير. اعطي فهد الهاجي الكرت الاحمر وخرج. تشد الاعصاب وتشد يا فهد، وانا اعرف فهد لما كان معانا في المنتخب من اللاعبين الخلوقين والخلوقين جدا. فلتت الاعصاب بقرار من الحكم، وجد الحكم انه دقيقتين يا فهد وراح تكمل مباراة. شوف هذه اللعبة القوية الاولى اللي اخذ فيها انذار، واللعبة الثانية عادية، اللعبة عادية اخذ انذار وعيدت اللعبة مرة ثانية نفس اللاعب فيها قوة وجد الحكم خلاص شات الكرة بقدمه خلاص. لا نتحدث كثيرا عن هذا الموضوع لأنه خلاص أخذ الكرت الأحمر فهد الهاجري. طبعا فهد لازم يقادر الملعب، سيقادر لكني على أعتب على يعني ابني فهد الهاجري، اعتب عليه. شوف ضحك نيام زعلان، حاول التهدئة. لم يكن لها داعي اللعبة الماضية. نعود للمباراة ورمية حرة لخيطان. وتبدأ هجمة إلى خيطان. يعني ياس صالح الجماز، ذكرت لكم قبل شوي ان هناك لاعبين خبرة، صالح الجماز، عبد العزيز زشتي. الخبرة هني لها دورها. فهد الهاجري، هذه الاسماء تعرف كيف تتعامل مع كل الاوضاع كل الظروف. هذا صالح الجماز احد اللاعبين المتميزين، من أفضل صانع الألعاب بكرة اليد الكويتية. رامي الجزاء لخيطان. عبد العزيز زشتي يصوب وينجح بودستور، وينجح بودستور حارس المرمى جاسم بودستور في التصدي لها. وتبدأ هجمة إلى
خيطان 12-12 مباراة 12-12 التعادل عادل، في إيقاف عند التضامن وإيقاف عند خيطان، طرفين ناقصين لاعب، كرة مع الجيماس صالح وعاقة ورمي حرة خارج التسعة متر، تمريرة غير موفقة تعود برمية جانبية إلى التضامن، التضامن يهاجم، خطيرة وهدف، خطيرة وهدف للراعي يوسف محمود عاشور، ينفرد بالمرمى ويتقدم التضامن 13-12. هاي صدت الحارس جاسم بودستور، احنا في الدقيقة 26 تبقي 4 دقائق، كرة مع خيطان الجدي لدشتي لأحمد عبد القدوس للجدي، إعاقة ورمي حرة، بالمناسبة أحمد عبد القدوس رقم 18 اللي أمامنا واللي راح يستلم الكرة الآن، مش الآن اللي مع الكرة، لا لا ما حولها، لا كرة مع الجدي ضاعت، إعاقة ورمي حرة أخرى لخيطان، يطلب مدرب خيطان كابتن إسماعيل عبد القدوس تايم أوت ليتحدث مع لعيبته، ليتحدث مع لعيبته في الدقيقة 26 على آخر ثواني الدقيقة 27، وفرصة للكابتن ماجد العليمي مدرب التضامن الحديث مع لعيبته، مباراة متكافئة، هذا إسماعيل عبد القدوس لاعب خيطان سابقا والمنتخب الوطني، واحد نجوم اللعب الحقيقة والمدرب الحالي لنادي خيطان، وتوجيهات للعيبته، أعتقد كان محتاج هذا الوقت لإغافة لتوجيه لعيبته لإدراك بعض الأخطاء، وفرصة للكابتن العليمي ماجد الحديث في هذه الدقيقة توقف لقطات موجزة لأحداث دقائق 26 الماضية من المباراة، إذن انتهى الوقت اللي طلبه الكابتن اسماعيل عبد القدوس، واستمرارية اللعب مع خيطان باعتبار ان الكرة كانت بحوزته، احمد اسماعيل عبد القدوس هذا ابن اللاعب المدرب اسماعيل عبد القدوس، احمد مع الكرة، دخول واحتساب رمي حرة لسالم خيطان، تمرير جانبي، كرة مع عبد العزيز دشتي، بدأ يشد دفاع التضامن، بدأ يشد دفاع التضامن، كرة مع أحمد عبد القدوس لدشتي، الله تصويبة جميلة وصد أجمل، تصويبة جميلة، والحقيقة جاسم بودستور الدقائق الماضية شوف صاحي مع كل التصويبات، جاسم بودستور يتألق، هذا جاسم بودستور وتألق، 13 التضامن خيطان 12، خطيرة وتصويبة وإعاقة ورمي حرة خارج التسعة متر للتضامن، في هذه اللحظات يطلب الكابتن ماجد العليمي ومتبقي دقيقتان على نهاية الشوط الأول تايم أوت، والكرة في استحواذ فريقه وهذا حقه، ليتحدث مع لعيبته ويجيهم، وفرصة كذلك للكابتن إسماعيل عبد القدوس لتوجيه لعيبته، هذا إسماعيل عبد القدوس وحديث مع لعيبته، يقود المباراة الحكمان أحمد الأحمد وفواز الخطيب، 28 دقيقة متبقي دقيقتان، أنهى ماجد العليمي حديثه مع لعيبته ولقطات، هذا فهد الهاجري
كان نجما، أبدأ حتى خروجه بالكرت الأحمر الذي لم نكن نتمناه. كرة مع تضامن، تمرير جانبي، تضامن يحاول ويمرر وإعاقة ورمي حرة خارج 9 متر. خطيرة خطيرة، وتصويب ورمي الجزاء، رمي الجزاء ليوسف عاشور، رمي الجزاء صحيحة 100% بالإعادة إفادة. شوف دفع اللاعب، في دفع للاعب على الدائرة وهو بيصوب، هناك دفع من الخلف، ورمي الجزاء مستحق حقيقة. فوض يوسف عاشور واصطاد الهدف رقم 14 امام حارس عبد الله البلوشي. اذا الدقيقة الاخيرة 14 التضامن 12 خيطان. كرة مع جيمال صالح للحمادي لدشتي لعبد الله الحمادي، خطيرة وصوب وسجل من فوق المدافعين عبد الله الحمادي وهدف. لديه إمكانية لاعب الحمادي، شوف الارتقاء والتصويب واصطياد المرمى، أجمل التضامن. الثواني الأخيرة تلفظ أنفاسها الأخيرة للشوط الأول. الكرة مع التضامن، تمريرة غير موفقة، تعود بهجمة لخيطان، جاسم البرك يندفع يمرر إلى موسى الجدي، خطيرة خطيرة وهدف، هدف هدف، هدفين متتاليين والتعادل. أخطأ التضامن واصطاده خيطان، التعادل. بهذه اللحظات أعزائي المشاهدين ينتهي الشوط الأول بالتعادل العادل حسب رأيي 14-14. لحظات قليلة ونعود للاستوديو التحليلي والزميل الكابتن عبد الله حسين وزملاء المحللين الكابتن صلاح انس والكابتن سالم محمود لتحليل هذا اللقاء من وجهة نظرهم كمحللين، ثم عودة معكم ان شاء الله لتكملة الشوط الثاني. الى اللقاء. شكرا للزميل جاسم دياب. مشاهدينا الشوط الاول ينتهي بالتعادل ما بين التضامن وخيطان 14-14. في البدايه اخذ الافضليه خيطان وتقدم بالنتيجه، بعدها عاد التضامن عن طريق خطا واستغلاله بعمليه الفاست بريك والرجوع بالنتيجه والتعادل 14-14. تالق واضح لحراسه المرمى في التضامن جاسم بودستور، كان لديه يمكن دور كبير يوم حتى في اعاده فريقه للمباراه والتصدي لكثير من الكرات استغلها التضامن في عمليه الفاست بريك. طبعا طرد اللاعب فهد الهاجري في الشوط الاول يمكن اكيد راح ياثر على خيطان، وفهد لاعب خلوق ما كنا نتمنى ان شاء الله او تطلع منه هذه اللقطه. راح نشوفها وناخذ تعليق الكباتن كابتن صلاح. يعني فهد لاعب خلوق لكن اليوم تنرفز الظاهر وطلع من طوره وشات الكره. والله احنا نعرفه فهد خلوق ورجل قانون، ولكن اعتقد يعني من خلال خبرتي بالملاعب الدفاع المحكم والشرس اللي كان عليه
في 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 هجوم خيطان اعتقد اثر عليه نفسيا بينه وبين عزيز. هذا الثاني احتكاك. اي نعم. فاثر عليه اعتقد نفسيا وخرج عن نظام. ولكن فهد يظل فهد ان شاء الله يعني يراجع نفسه بعد المباراة يشوف اللقطات هذه اكيد بيستغرب انه هو يعني طلعت منها متنرفز فهد اليوم ما يشي تنرفز نرفز نرفز. تعليقك كابتن سام. لا هي قانونيه صح انه ياخذ 4 دقائق دقيقتين عطاء على اللعبه الخطره وعطاء بعدين دقيقتين بعد على الاحتجاج على شوطه الكره هذه ياخذ فيها كرت احمر وياخذ دقيقتين زياده عشان كذا عطاء الحكم 4 دقائق طرد. والاربع دقائق اللي تفوق فيها تضامن صار فرق 2 بهالاربع دقائق اللي طلع فيهم فهد يعني اثر حتى على فريقه. هو مو متعودين على فهد يعني هالاشياء الشيء هذا وما نتمنى انه يكون يصير هالشيء هذا في الملاعب يعني النرفزه دائما الدفاع لما عبد الله المستوى الفني يقل ترى تكثر النرفزه يعني حتى الفريق الثاني في بعض اللاعبين منرفزين ولكن ما وصلوا لمرحله ان يحتكوا مع بعض في نرفزه من الفريقين. دائما المستوى الفني نازل فتصير عند اللاعب النرفزه الزايده وما نتمنى شيء. في اساسيات يعني بال يعني شوف اللي خلي اللاعب يتنرفز منها نقص اللياقه البدنيه. نقص اللياقه اي اللياقه البدنيه فهذا من الطبيعي ان تشوف اللاعب بعد ما يتعب وهذا يتحول ذهنيا على طول من بدنيا. ندخل في تفاصيل المباراه. كنت صلاح يمكن البدايه كانت لخيطان واخذ الافضليه سواء عن طريق موسى الجدي اللي كان ينطلق في عمليه الفاست بريك وايضا في الجناح. بعدها عاد التضامن وقلل الفارق وتعادل. اعتقد توقعاتي جت في مكانها يعني الفريقين متعادلين في النتيجه ومتعادلين تقريبا في 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 الاخطاء في التسديد في تقريبا اغلب مجريات اللعب. ولكن اللي فرق نوعا ما حراسة المرمى ودستور كانت له افضليه ولكن ما جعلت من فريق انه يتفوق يعني انتهى الشوط ايضا بالتعادل مع انه وايد تصدع اكثر من ست يعني جاسم كان ما ردت المباراه. اي نعم. فهني نرجع للاعبين فريق التضامن ايضا اللاعبين هم ضيعوا بالتسديد فيفترض هني عند صد جاسم العدد هذا من 7 كرات يفترض ان التضامن يتفوق في النتيجه يعني. اوكي يمكن لاحظنا قوه التضامن لما شفنا من بدايه الشوط الاول تي يعني محصوره بالشق اليسار تكلم على عبد الله المفرج وعبد العزيز القطامي وسالم المدني يعني تكلم على الجزء هذا هو اليسار يمكن ما شفنا الاهداف من ناحيه ولا هدف باستثناء يمكن يوسف عاشور حط له هدف من برا. مثل ما تفضلت عبد الله هي طريقه الدفاع اللي يلعب فيها طريقه 5-1 لعب خيطان و5-1 كانت يعني غير طريقه غير ناجحه. انا شفتها انه لان الاغلب الاهداف اللي صارت على الباك صار لاعب ضد لاعب يعني مجهود فردي مو من خلال خطه يعني لاعبين 2 مع بعض لا مجهود فردي يا اما عن طريق الفنت لاعب عبد الله المفرج عن طريق الفنت وقاعد يطوف لاعب على لاعب وقاعد يسجل بكل اريحيه او من خارج 9 متر قاعد يصوب بدون اي مقابله بدون اي بلوك او مساعده من المدافع الثاني. فهذا انا اعتقد انه خطا دفاعي بالدرجه الاولى على فريق خيطان انه مثل ما تفضلت الجهه اليمين هي كان عنده القوه كلها في جهه اليسار من الملعب فما شفنا اي دفاع من فريق خيطان على هذه الجهه. يعني لما عاد التضامن يعني اول شيء استغل يمكن نكس خيطان الطرد وقدر يرجع النتيجه لكن ايضا لما استغل الفاست بريك بدا يرجع في المباراه يعني لما طلع بالفاست بريك. اي نعم شو الفاست بريك سالم المدن كان ناجح في تصويب على المرمى وما ضيع ولا فاست بريك. ايضا في الهجوم المنظم عبد الله المفرج للامانه لاعب له مستقبل يعني جيد يعني خداعه
جهة اليمين جهة اليسار هذا من لاعبين النوادر اللي تحصل انه يسوي فنت يمين ويطوف يسار ما بين وعملها مرة او مرتين وسجل منها هدف لوب. وعندنا اللاعب القطامي اللاعب سنتر باك قادر انه يوزع اللعب ما بين الجهه هذه، ولكن القوه الضاربه في فريق التضامن يعني تنحكر في جهه اليسار وهذا ما تفوق فيه فريق التضامن. كابتن سالم الان تعادل، يعني المباراه ماشيه بتكافؤ، وين كان يمكن خيطان خذ الافضليه تقدم بعدها عاد التضامن، لكن بدا يعني لنهايه الشوط الاول واضح الامور انه بدات تصير بتكافؤ، فبالتالي اليوم استغلال الفرص لاي فريق اعتقد راح تعطيه افضليه بالشوط الثاني. انا اعتقد خبره لاعبين خيطان، وهذا اللي حصل اخر دقيقتين يمكن في المباراه، كان التضامن تفوق فرق هدفين، تسرعهم في اخر دقيقه من المباراه، تعادل فريق خيطان سجل هدفين، حتى اخر ثانيه من المباراه سجل هدف فريق خيطان، يعني في قله الخبره عند فريق التضامن خيطان يتفوق عليهم في لاعبين الخبره، يمكن حتى بالشوط الاول لو تلاحظ تسجيل الاهداف صارت عن طريق الجماز اللي هو اللي يفضي اللاعب عبد العزيز الدشتي، سجل اكثر الاهداف ترى عبد العزيز الدشتي، كان ثنائي بين فهد الهاجري وبين الجماز، هذا الثنائي ما راح يكون موجود الشوط الثاني، الهاجري الحين برا الملعب، فهذا راح ياثر نوعا ما لاعب الدائره عليهم، هو اللي كان مسوي فهد الهاجري مسوي خلل في دفاع التضامن، عطى الفرصه الافضليه حق عبد العزيز انه يصوب من خارج التسعة متر، اهداف على رميات الجزاء أوكي. اللي صارت كلها عن طريق فهد الهاجري على الستة متر. حتى خيطان يعني شوف الجناح اليمين سان لوشي ما شفناه دخل وايد، فبالتالي يعني الجهه اليمينه ميته بالنسبه لخيطان، التركيز كله على موسى الجدي وعزيز دشتي وصالح جيماز ويعني الحمادي انا شفته بنهايه الشوط كان فعال، ما نزل من بدايه المباراه، نزل في 10 دقائق الاخيره اعتقد كان فعال، وهو من اللاعبين في المباريات السابقه لخيطان اللاعب تقريبا بعد عبد العزيز دشتي وهو من اللاعبين يصابون من خارج منطقه التسعه، وايضا بنيه جسمانيه طويله وقادر انه يهدف من خارج منطقه التسعه، اعتقد راح يكون له شان في الشوط الثاني عبد الله الحمادي بحيث انه يكون يساعد يخفف الضغط على الجيماز. اوكي شكرا لكم كباتن. كابتن عادل الشطي تقبل الله وعمره مقبوله، ولا تنسانا بالدعاء ان شاء الله ويردك بالسلامه من عمره ان شاء الله. قاعد يتابعنا من عمره، مشكور يا ابو محمد، الساعه المباركه. اذا مشاهدينا ننتقل معاكم للشوط الثاني لمباراه التضامن وخيطان، اذكر الشوط الاول انتهى بالتعادل 14-14 عوده للمباراه، ولا بعد الحكام ما نزلوا. اوكي قبل على ما ينزل الحكام شو تتوقع الشوط الثاني، تستمر تعادل ولا ممكن؟ شو هو ممكن تفوق فريق على فريق، ولكن انا يعني قلت لك التعادل هو اعتقد راح يكون سيد الموقف في اغلب اوقات الشوط. كابتن سالم اتوقع ان خيطان الثاني. اتوقع ان خيطان راح ياخذ المباراه اذا لعبوا بنفس الطريقه هذه، بس كان اشوف التضامن يبون يسوون شيء، عندهم روح يعني صحيح. عندهم روح اكثر واضح، بس قلت لك انا ما عندهم خبره، فازوا فرقه هدفين اخر دقيقه خيطان قدروا يوصلون لهم وينهون الشوط الاول بالتعادل، هذه كره انا اعتقد فاعتقد ان اي خبرتهم ان ما عرفوا هم يستغلون الوقت انه يطلعون بالشوط الاول على الاقل بفارق هدفين، فهذه تنصب من صالح خيطان. أوكي. ممكن اوكي شكرا لكم كواتي. اذا المشاهدين نرجع معكم للشوط الثاني، والان انتقل لزميلي الكابتن جاسم دياب للتعليق على مباريات الشوط الثاني لمباراه التضامن وخيطان. مرة ثانية أعزائي المشاهدين نعود معكم الشوط الثاني للقاء نادي خيطان ونادي التضامن، انتهى الشوط الأول 14-14 بالتعادل العادل، وبعد أن استمعنا للاستديو التحليلي نعود معكم مرة ثانية لاستمرارية الشوط الثاني. رمية البداية واضح أنها ستكون لخيطان، واقف بنص الملعب ومعه الكرة وبانتظار صافرة من الحكام أحمد الأحمد وزميله فواز الخطيب لاستمرارية وبداية الشوط الثاني. الشوط الأول سجال بين ناديين الحقيقة إلى أن انتهى بالنهاية بالتعادل، بعد أن كان قبل النهاية بدقيقة التضامن متقدم بفارق هدفين ثم تعادل خيطان.
14-14 نبدأ بنتيجة الشوط الثاني اللي هي نهاية الشوط الأول. أبل عزيز دشتي إلى الجماز، محاولة فردية، إعاقة ورمي حرة خارج 9 متر، رمي حرة خارج 9 متر لخيطان. الحمادي إلى عزيز دشتي لعبد الله الحمادي. العزيز دشتي كرة غير موفقة، عكسية المذن، خطيرة. أوه هدف. سالم المذن يستلم كرة ذكية يعني بالمسطرة والقلم، يوصلها لجاسم بودستور حارس مرمى ويستلمها بدقة وبكل ثقة ويسجل هدف لوب بمرمى الحارس عبد الله البلوشي. شوف الكرة مفترة ويستلمها، استحوذ طلع لوب بقياسات مضبوطة، كرة معه. صالح الجيماز خطير، الجيماز يصوب، إعاقة ورمي حرة خارج 9 متر. أحمد إسماعيل الجيماز، الجيماز الحمادي، الحمادي يصوب، تصطدم بدفاع التضامن وتخرج رمية جانبية إلى خيطان. واضح أنه خيطان في بداية الشوط الثاني استعجال بالتصويب دون تمرير كرة لأكثر. محاولة فردية من صالح الجيماز وإعاقة ورمية حرة خارج 9 متر. الحمادي دشتي بيصوب، غير راية، إعاقة أخرى ورمية حرة خارج 9 متر. أحمد الغدوس دشتي الجيماز، كرة من عبد القدوس إلى جيماز يصوب، وحارس المرمى يتصدى بودستور وتبدأ هجمة للتضامن. ما نعرف حقيقة في بداية الشوط أول دقيقتين خيطان هناك استعجال. هذا بودستور جاسم يتألق الحقيقة في الشوط الأول وببداية الشوط الثاني. هذا صالح الجيماز، يطلب نادي التضامن تغيير الكرة، ومن حقه أي لاعب أو أي فريق يجد أن الكرة فيها حاجة غير سليمة، كانت مبلولة، نزل الهواء اللي فيها، يطلب تغييرها ويتأكد الحكم أنها تحتاج تغيير تتغير. غيرها الكابتن أحمد، حاكم أحمد الأحمد، هذا ماجد العليمي، كان لاعب نادي العربي سابقا والمدربين تميزين، ومسك نادي التضامن بالتدريب لمواسم كثيرة، كان صانع العاب واحد اللاعبين الخلوقين ماجد العليمي. الكرة مع التضامن، عاشور القطامي إلى عبد الله محمد للمذن سالم لعبد العزيز القطامي. تعود مرة أخرى مرة ثانية الكرة مع التضامن، عزيز القطامي، يا سلام، كرة جميلة وتصويبها وصد أحلى، خطيرة، موسى الجدي وهدف. أضاع التضامن بتصدي عبد الله البلوشي لكرة من اللاعب عبد العزيز دويسان على الدارية اللي اصطادها خيطان، وبهجوم عكسي سريع فاست بريك إلى موسى الجدي، شوف ويصطاد هدف التعادل 15-15. كرة مع خيطان، رمي حرة عليه، كرة مع التضامن، العزيز القطامي إلى زميلة عبد الله محمد القطامي لعاشور، تصويب من عاشور وتصدي رائع من عبد الله البلوشي، وخطأ دفاعي من دفاع خيطان، خطأ دفاعي، يستلم الكرة اللاعب عبد العزيز ويسال يضعها هدف. شوف تصدى عبد الله، تصدى بقوة وعادت الكرة إلى دويسان وسجل هدف بخطأ دفاعي من زملائه. 16 التضامن، 15 خيطان، تصويب ورمية جزاء ودقيقتين، رمية جزاء لخيطان ودقيقتان للاعب
علي ابو حمد، علي ابو حمد رمي جزاء سيصوبها صالح الجماز، وبالمرمى ابو دستور صوب وسجل هدف التعادل 16-16 تعادل عادل، تعادل عادل 16-16 حسب مجريات أحداث هذا اللقاء. حتى الآن، حتى الآن كرة مع عاشور بدويسان القطامي، القطامي واحتساب دخول خاطئ عليه عكسية لخيطان البرك لعبد القدوس للبرك خطيرة، أوه مش معقول لموسى الجدي، خطيرة خطيرة خطيرة، هدف هدف هدف، خبرة موسى الجدي أضافت الهدف 17 لخيطان ليتقدم خيطان. شوف كرة غير موفقة خيطان ولكنها عادت للاعب الذي يعرف كيف يضع الكرة موسى الجدي ووضع الهدف رقم 17 يتقدم خيطان. هذا ماجد العليمي مدرب نادي التضامن، وبعد أن كان متقدم أصبح خيطان متقدم، كرة مع قطامي وهو هدف 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 لعبد العزيز القطامي، هدف لعبد العزيز القطامي من أمام المدافعين. شوف من فوق ثلاث مدافعين على يسار البلوش اللي حاول عزيز القطامي وتألق في هذا اللقاء الحقيقة. حمادي يا عيني عبد الله الحمادي، كرة تحرك قبل استلام الكرة ثم استلام وارتقاء وتصويب وتسجيل هدف مستحق. هذا اسماعيل عبد القدوس مدرب نادي خيطان ولاعب المنتخب الوطني وخيطان واحد نجوم اللعبة الكبار بكرة اليد الكويتية. هجمة، هذا أحمد عبد القدوس ابن الكابتن اسماعيل عبد القدوس، هجمة للتضامن، خيطان يلعب بطريقة رجل لرجل، خطيرة خطيرة وتصويبة غير موفقة غير موفقة. خيطان استثمر طريقة الدفاعية رجل لرجل بنجاح لتبدأ هجمة لخيطان بخطأ هجومي من التضامن. 18 خيطان 17 التضامن، خبرة التضامن وليد البرك المذن سالم مذن، خبرة خيطان صالح الجيماز عزيز دشتي الحمادي رمي حرة لخيطان عبد القدوس إلى عزيز دشتي جيماز للحمادي خطيرة قير راية ما صوب دشتي لموسى الجدي والجدي وهدف خلاص سكة الشمال لموسى الجدي تفتح الإشارة الخضراء، تفتح الإشارة الخضراء وتسجيل 3 أهداف لموسى الجدي ليفتح خيطان الفارق 19-17. بدلاء خيطان بشار لوشي مساعد المدرب خيطان كان أحد نجوم لعبة خيطان والمنتخب الوطني كذلك. كرة مع التضامن عاشور، تمريرة جانبية إلى عبد الله محمد سالم المذن محمد، حكم رفع ايده معناها 6 تمريرات واحتساب لعب سلبي. عكسية لخيطان موسى الجدي، وين يا موسى وين؟ موسى موسى في المرمى، موسى في المرمى، استطاع موسى الجدي أن يفتح الفارق، يفتح الفارق
تايم اوت ايقاف المباراة، وهي كرة موسى الجدي بطلب من المدرب ماجد العليمي ليتحدث مع لعيبته باعتبار فتح خطام بفارق 3 أهداف، وامامنا اسماعيل عبد القدوس مدرب خيطان وحديث مع لعيبته، وهذا ماجد العليمي وحديث مع لعيبته. 9 دقائق من زمن الشوط الثاني فات، والتوجيه واصلاح الاخطاء من قبل المدربان للاعبتهم بهدوء وبتركيز ودون الصوت العالي، هذا هو المطلوب. يعني المدرب عندما يوجه يجب ان يكون توجيهه هادئ ويسحب النرفزة من اللاعبين بهدوء ويصلح الأخطاء. أكيد أنه في أخطاء للطرفين. لقطات الأحداث الدقائق الماضية من عمر الشوط الثاني، موسى الجدي أمامنا بالصورة، و4 أهداف متتالية يريح فيها نادي خيطان في أول 10 دقائق الشوط الثاني. كرة مع التضامن اللي هدأ ونشط خيطان، المذن للقطامي للدائرة، إعاقة ورمي حرة خارج 9 متر. إعاقة أخرى ورمي حرة، هذا عبد القدوس أحمد ومن الكرة مع القطامي العزيز إلى عاشور إلى المذن اللي يلعب بالخط الخلفي الآن سالم، تصويب كرة قوية تعود من دفاع خيطان إلى التضامن مرة أخرى، تصويب كرة سريعة وتصدي من عبد الله البلوشي لتعود هجمة عكسية لخيطان، وهدف هدف كرة من عبد الله البلوشي، كرة من عبد الله البلوشي إلى زميله اللاعب المتقدم سالم البلوشي ليصطاد سالم البلوشي الهدف رقم 21. 21 خيطان، التضامن 17، فارق 4 أهداف. الخط البياني يتجه الآن باتجاه نادي خيطان بصورة منتظمة. ضامن يحاول تغيير الدائرة، إعاقة ورمي حرة، هل سيء؟ كرة جميلة، موسى الجدي وهدف. تمريرة ذكية من صالح الجيمازي إلى زميله موسى الجدي لينفرد بأخطاء استعجال وعدم تركيز. شوف صالح الجماز مر لموسى الجدي والجدي يضعها بالمرمى. 22 5 أهداف متتالية لموسى الجدي يريح خيطان 22 التضامن 17 دقيقة 11 الشوط الثاني. يعني واضح انه خيطان لبس ثوب غير ثوب الشوط الأول، لبس ثوب غير ثوب الشوط الأول، يؤدي بتركيز وبمهارة عكس الشوط الأول. وإن كنا نعاتبناه في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، كرة للدائرة، تصويب وهدف. كرة جميلة يوسف عاشور، أنشط لاعبي التضامن هو وزميله عبد العزيز القطامي، وشوف من أمام المدافعين، وكرة مفاجأة لعبد الله لبلوش. 6-0 يلعب مدافع عن التضامن، 3-3 متغيرة إلى 5-1 دفاعية التضامن، 3-3 بالهجوم يلعب خيطان بقيادة صالح الجيماز. الجيماز الحماد صوب، جاسم بودسور يتصدى، وهجمة عكسية إلى التضامن. البورك يحاول، إعاقة ورمي حرة خارج 9 متر، هذا اسماعيل عبد القدوس مدرب خيطان ولاعب الدائرة المتميز
أجيال مرت على دائرة كرة اليد الكويتية، أجيال كثيرة وأبدعت. فواز الخطيب حكم هذا اللقاء وزميل أحمد الأحمد وإدارة هادئة للقاء هادئ، خيطان تضامن، عكسية الجدي وضيع منه، ضاعت المرة هذه من موسى. ما علي يا موسى، خمس كرات واحدة تضيع شيء عادي، وإن كان زعلان عليها. كرة مع التضامن خطيرة، تصويب، وعبد الله بلوش يتصدى، وموسى وين يا موسى وين؟ وين يا موسى وين؟ في المرمى خلاص، واحدة ما تصيب والباقي لا تصيب. أصاب موسى الجدي الهدف رقم 23، هذا عبد الله البلوشي. شوف عبد العزيز دشتي لموسى الجدي، كرة قبلها ضاعت، ما ضاعت له، ما استحوذ عليها، طالت عليه المرة هذه له، صمم واستحوذ على الكرة وسجل هدف جميل. 23 خيطان 18 تضامن، دقيقة 14 الكرة مع التضامن، القطامي يصوب والبلوشي يتصدى ويعاقه ورمي حرة خارج التسعة متر إلى التضامن. الدوري يتصدر كاظمة، يلي الكويت، يلي السالمية، ثم العربي، ثم برقان. والأندية تتنافس على خمس مقاعد، الخمسة الكبار. هذا فواز الخطيب حكم اللقاء، تصويبة قوية من القطامي والعارضة ترفض دخول كرة القطامي. ستتنافس كل الأندية على خمس مقاعد، الخمسة الأوائل سيلعبون على الدوري العام لهذا الموسم. هذا عبد الله البلوشي ابن الكابتن الكبير والمخضرم حارس المرمى الدولي عبد الرزاق البلوشي. من منا لا يعرف عبد الرزاق البلوشي الذي كان له الدور الكبير والكبير جدا في إنجازات كرة اليد الكويتية. هذا ابنه، نتمنى له التوفيق إن شاء الله. كرة مع خيطان الجدي النشط للجماز للحمادي، خطيرة، والحمادي في المرمى وهدف، الحمادي في المرمى وهدف. هذا أبو دستور يحاول حقيقة ويؤدي دوره، إنما هناك لعبات طبعا تكون فيها جماعية وفيها تكتيك جماعي مرسوم للخيطان، وفيها أخطاء دفاعية من زملاء. 24 خيطان 18 التضامن، الشوط الأول انتهى 14-14، خيطان فتح الشوط الثاني، تناصفنا 16 دقيقة الشوط الثاني، باقي 14 دقيقة والتضامن يهاجم الآن. هل يصح التضامن ليعود في المباراة لم يستكمل خيطان هذا التفوق؟ الكرة مع القطامي عبد العزيز، الدائرة جميلة، أوه يا عبد الله يا البلوشي. ذكرنا بأيام الوالد الجميلة، ذكرنا بأيام عبد الرزاق البلوشي. كسب أربع خطوات خاطئة على التضامن، عكسية للجدي، موسى الجدي، ورمي الجزاء، رمي الجزاء ودقيقتين. يقول ما سويت شيء، لا والله أنا أقول سويت، راح نشوفها بالبطيء. انفرد، دزيته، دعمته، غيرت اتجاهه، يعني لاعب غازي صيري، إعاقة متعمدة ورمية جزاء صحيحة يا قاضي، ودقيقتين في محلهم صحيح. كرة ذكية، كرة ذكية لصالح الجماز، سجل فيها الهدف رقم 25. إذا التضامن ناقص لاعب اللي هو غازي فيصل صيري، وخطان على بطريقة رجل لرجل، ستربك التضامن عزيز.
إعاقة ورمي حرة للقطامي خارج التسعة متر، قدم شوط أول جميل التضامن. الشوط الثاني أدى أداء وبدأ يستعجل بكرات غير مركزة، تمريرة عبد القدوس إلى موسى الجدي وهد، تمريرة إلى أحمد عبد القدوس وبذكاء يمررها إلى زميله الأفضل مكانا موسى الجدي ليضعها شوف داخل المرمى، داخل المرمى. ايوه ايوه لك حق لك حق، ماشيه معاك عسل يا موسى. موسى الجدي ماشيه ما شاء الله ما شاء الله ماشيه. الشوط الثاني انشط اللاعبين، انشط اللاعبين وغير مجرى الاهداف موسى الجدي طبعا بالتعاون مع زملائه. كره من عبد القدوس لموسى وموسى وهدف خلاص موسى لغى الهدف، لغى الهدف لأنه نزل، حكم يقول نزل موسى لذلك ألغي الهدف، نزل ثم صور لذلك ألغي الهدف الماضي. شاهد بالبطيء صافرة من الحكم أحمد لحمد، هجوم للتضامن تمرير جانبي للخط الخلفي، اكتمل التضامن. القطامي حاول التصويب وهدف، هدف جميل للاعب صالح عبد العزيز اللي نزل امامنا، صالح عبد العزيز من امام المدافعين اصطاد هدف يحمل رقم 19، شوف من امام المدافعين وهدف للتضامن. شوفه شكرا لمخرجنا، نزل نزل شوف نازل كرة طلعت، الحكم أقرب الحكم أقرب. شكرا لمخرجنا في الإعادة، من الخلف ما بانت معانا ولا نقدر، لكن صافرة الحكم تحدد مصير كل القرارات، هو الحكم هو المسؤول. هجمة لخيطان أبو زيد دشتي، يا عيني عليك يا عيني عليك، كرة كرباجية أرضية مفاجأة لدفاع التضامن وبمرمى بدا السور والهدف رقم 27. خيطان شكلي ثاني الشوط الثاني، خيطان شكلي ثاني في الشوط الثاني والكرة مع التضامن. الشوط الأول 14-14، الشوط الثاني الآن احنا في دقيقة 20-27-19 فارق 8 أهداف، يعني الحكاية التضامن صام ووقف وخيطان فطر وأكل وجبة دسمة الشوط الثاني بأهدافه. كرة جميلة وهدف جميل للتضامن للاعب عبد العزيز وسان، شوف عبد العزيز صوب وسجل هدف للتضامن. 27-20 تبقي 9 دقائق أو أقل بثواني، خيطان يهاجم دشتي، عبد العزيز يحاول إعاقة من دويسان ورمي حرة خارج التسعة متر، أحمد عبد القدوس إلى جماس صالح لموسى الجدي للحمادي عبد الله لدشتي، إعاقة ورمي حرة خارج التسعة متر. اللقاء الأول هذا المساء كان جمع بين الجراء والكويت، واستطاع نادي الكويت أن يفوز بفارق كبير على منافسه الجهراء بفارغ الخبرة طبعا والاستعداد. الكرة مع خيطان، تمرير الجدي لعبد القدوس، عبد القدوس ولفه حاول انه فيه إعاقة، تصويبة غير موفقة تعود من حاط البشر للتضامن وتبدأ هجمة للتضامن، هجوم سريع للتضامن والمذن وهد سالم المذن، حقيقة لاعب متألق عنده مهارة جميلة، سالم المذن من اللاعبين المتميزين عندما يجد الفرصة يعرف كيف يستغلها. شوفها سالم المذن وهدف
تضامن 21 في هذه اللحظات يطلب الكابتن اسماعيل عبد الغدوس تايم اوت ليتحدث مع لعيبته يخاف المباراة دقيقة وفرصة للكابتن ماجد العليمي للحديث مع لعيبته امامنا اسماعيل عبد الغدوس وهذا ماجد العليمي وحديث عن المباراة وغطات لأحداث الدقائق الماضية باقي 7 دقائق ونص تقريبا على نهاية هذا اللقاء زعلان الكابتن ماجد العليمي الحقيقة شوط أول كان رائع في التضامن بل ومتقدم في أغلب أوقاته الشوط الثاني ظهر بشكل يعني مختلف تماما عن الشوط الأول وكان التقدم والأفضلية لأصحاب الفنيلة الحمراء حيطان رمية حرة رمية حرة استمرارية اللعب بعد التايمات اللي طلب الكابتن اسماعيل عبد القدوس وسيبدأ التضامن الظاهر بطريقة رجل لرجل دفاعية كل لاعب مع لاعب وهي طريقة يعني صعبة لإيقاع لاعبي خيطان للأخطاء الحمادي ممكن ينجح فيها ممكن لا ينجح تحتاج إلى مجهود سنراقب ونتابع كرة مع دشتي إلى البلوشي سالم صوب سالم وتصدى جاسم بودسور بتصويبه البرق عكسية لعبد القدوس تصويب ورمية جزاء رمية جزاء لأحمد عبد القدوس هناك دف من لاعب تضامن وخطأ من وليد البرق بتمريرة غير موفقة شوف في دفع الاختلال توازن أحمد عبد القدوس الجيماز صوب ما مشت المرة هذه معاك يا صالح وتبدأ هجمة إلى التضامن وليد البرق إلى سالم المذن خروج المذن وعلي جاسم ونزول اللاعب صالح عبد العزيز وعبد العزيز القطامي هجوميا صالح عبد العزيز للقطامي لصالح رمي حرة للتضامن تصويب غير موفق إعاقة ورمي حرة خارج 9 متر ملعب القدوس كرة مع القطامي إلى صالح عبد العزيز القطامي إعاقة أخرى ورمي حرة خارج 9 متر محاولة فردية المذن يطالب برمية حرة موسى الجدي وهدف هدف لموسى الجدي هدف لموسى الجدي برافو يا موسى الجدي والله نجم الشوط الثاني نجم خيطان ونجم الشوط الثاني هذا اللاعب شوف يا عيني على هذه اللعبة يا عيني خلفية خلفية بمهارة رائعة حطها 2 و3 يستاهل يستاهل قلب النتيجة رأسا على عقب موسى الجدي وغير كل الحسابات ليرفع رصيد خيطان 28 التضامن 21 بعد أن انتهى الشوط الأول 14-14 بتعادل عادل إعاقة ورمي حرة خارج 9 متر هذا صالح الجيماز تصويبة قوية من عبد العزيز القطامي وتصدي رائع من عبد الله البلوشي عبد الله عبد الرزاق البلوشي هجمة هادية لخيطان احنا في الدقيقة 26 متبقي 4 دقائق
وخيطان متقدم بفارق 7 أهداف، فارق كبير، فارق كبير. كرة مع خيطان على الدائرة، إعاقة ورمي حرة خارج 9 متر. نزل يوسف البلوشي الآن رقم 7 الحمادي ليوسف البلوشي للجماز، تمرير جانبي للحمادي عبد الله، تصويبة قوية وخلاص سكة سالكة، السكة سالكة. في دقيقتين، في دقيقتين شوف لأحمد عبد القدوس. أحمد عبد القدوس أمامنا بالصورة، أخذ دقيقتين إيقاف مؤقت، دقيقة 27. كرة مع التضامن المتكامل، بصيري يا عيني، كرة جميلة، كرة جميلة ليل بصيري، قاضي فيصل، وهدف جميل ل التضامن. نزول لاعب سعود العتيبي، سعود العتيبي اللي مع الكرة الآن، هذه الكرة بالبطيء، تسعة وعشرين خيطان، 22 التضامن، رمي حرة خارج 9 متر إلى خيطان. كرة مع خيطان، جيماز إلى البلوشي، محاولة التصويب للبلوشي، خاطئ عكسية إلى التضامن، سالم مذن إلى البرك، البرك إلى المرمى، وعبد الله البلوشي يتصدى، وتبدأ هجمة لخيطان، حمادي لموسى الجدي، والجدي يصوب، مرة هذه جاسم بودسوري يتصدى عكسية إلى سالم، خطيرة خطيرة خطيرة، خلاص سالم المذن استلم، لاعب خبرة ولاعب متمكن ومتميز. 29 خيطان، 23 التضامن، إذن الأمور أصبحت منتهية بهذه النتيجة. الدقيقة الأخيرة، الدقيقة الأخيرة 29 خيطان، 23 التضامن. كرة مع خيطان، البلوشي تصويب وتسجيل هدف جميل، يوسف البلوشي وهدف جميل من أمام المدافعين. غدا إن شاء الله ستكون هناك مباراتان، الأولى بين برقان والقرين، هدف آخر. غدا ستكون مباراتان، الأولى بين العربي والساحل، والثانية بين النصر والفاعيل. انتهى أعزائي المشاهدين اللقاء الآن قبل أن تنطلق صافرة النهاية، باعتبار تم تصافح اللاعبين وحسمت النتيجة. خيطان 30، التضامن 24. بمثل ما ابتدى اللقاء أعزائي المشاهدين انتهى اللقاء بهذه الروح الطيبة الجميلة الراقية المعروف عنها بكرة اليد الكويتية. مبروك لخيطان وحظ أوفر للتضامن، لحظات قليلة ونعد للسجل التحليلي، وزميل كابتن عبد الله حسين وزملاء المحللين سالم محمود وصلاح أنس لتحليل هذا اللقاء. إلى أن نلقاكم في لقاءات أخرى، لكم مني تحية، جاسم لذياب.